شي ادي شي واحد ولا قاص السوق شي يحاول لي تما كان شي نوض كلاش ولا اي شي ادي شي واحد ولا كاين الكلاش اللي بغى يتشهر فهمتي بغى يولي بوز فهمتي شي حاجه شي بغى يتكلاش بشي لي زارتي يكونوا زايدين عليه فهمتي هاد لي زارتيس دابا الراب ديال المغرب كتيت انسبيرو اصلا من الامريكان فهمتي ديال بحال الكريبس والبلوز. بصراحه انا الراب ما تيعجبنيش ولكن هادشي اللي تنشوف دابا انا تنقول باللي الراب راب القديم كان حسن من دابا حيت ولينا دابا تنشوفوا الكلاشات ولينا تنشوفوا بحال هادشي شي تيعاير شي وكتدخل فيه كتدخل فيه ما كاينش انعدام ديال القيم الاخلاقيه وهادشي دابا ما بقاش مزيان بمقارنه مع الراب القديم كان شويه ديال الاحترام. هذيك هي بوز فيتنا باش يخلقوا البوز يشوفوا راسهم فهمتيني الفوق ولكن الراب راه عارفين مالي شنو هو الراب هذوك شي قصروا بالراب ماشي شي راب. بصراحه شنفضل الراب القديم وهادشي ديال الكلاش شي باش يحرك الموفمون ديال الراب في هاد البلاد هادي وصافي فهمتيني البيك باغي يدير البوز فهمتيني ما كلاش حليوه داكشي ام سي كريزي المهم حنا هادشي ما على بالناش المهم انا تنحيي بيك على هاد الكلاش هادوك الناس فهمتيني واش نعشار بالراب سلاو بلاك وين. بالنسبه للمقارنه بالراب القديم تنوجد كانوا تيطرقوا لواحد القضايا كتكون في الواقع ديالنا كتكون في الواقع المعيشي ديالنا كتكون كتهضر على قيم اخلاقيه زوينه وهذه ولكن بصراحه الراب الجديد دابا ما بقاش كي كان. رابور الثقافه ديالو هو رابور ولكن الديانات تلقى بروديسانس كتعرف دابا الراب ولا اكثريه باعوا راسهم الشيطان فهمتي في القرن دابا 21 كلشي دابا البار الراب كان في الاول بدا بواحد ولكن دابا في الراب راه ماشي في المغرب اللي منتشر اكثريا ولا في راه منتشر تقريبا عطات الريحه ديالو في المغرب اما الراب راه في امريكان لانمان فرنسا امريكا الكلاش ديالهم راه فيه القشيله راه في كاليفورنيا 5000 واحد في العام ديال اللي تيموتوا ديال الضواحي. المهم حنايا شنقولك بزاف في الراب سلا شي حاجه مفهمتيني شي حاجه في الراب كاينين برجول انايا ماشي تنتبعش الراب ولكن دمي فيه الراب انا دابا باش نهضر معاك بحركه الراب. الراب ديال كاج دابا ما عندي حتى شي معنى وصافي حامض ديال شحال هادي المهم ليه واحد الذوق زوين شي حاجه زوينه اما دابا ولاو كيخربقوه. اختي شنقول لك الراب فيه وفيه فهمتيني كاين عاوتاني كاين شي وحدين مغنيين اللي تيغنيو الراب انت كنت تيقول شي كلمات ماشي هما هادوك وكاين شي راب مزيان بحال دابا كمثال فهمتيني مسلم اللي تيعجبني مزيان تيغني مزيان وكلمات مزيانين فهمتي كتدخلو للقلب ماشي واحد شي وحدين عاوتاني تيخربقو صافي. اختي ما بقى غنى ما والو ولا سبان وقلت الحياه فهمتيني هادشي عيب عليهم والله ما بقاش فن هذاك. بالنسبه لي انا ما كيعلموا الاجيال والو فهمتيني مشاو المغنيين زمان كان المغنيين المغاربه اللي مزيانين اما دابا مبقى لا غنى لا والو ولا سبان وتخسر الهضره وقلت الحياه. بالنسبه لي انا خصو يحيدوا هادشي كاع ما يبقاش هاد الغنى كاع يحيدوا هاد الراب. لا انا ما عندي مع بيك ما عندي مع مسلم صراحه الله واختي تنقول لك هذوك تنقول لك انا فهمت والو هي تيخربقوا وصافي بعضياتهم وصافي تنقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.